اليوم راح نحكيو على A94، A94 من شركه اوبو. السعر تاعو هذا يتراوح 2700 و800، كل واحد كيفاش يشري هذا الهاتف. هذا الهاتف بالضبط، هذا الهاتف فيه 4 فات تخزين 128 جيجا، هذا راه تلقاه 27 28. صح، راح نعطي لكم معلومات واش فيه، وانتم عطونا رايكم هل هذا الهاتف يستاهل الشراء ولا لا. هكا ليكيب، شوف بسم الله ليكيب، السلام عليكم. اليوم راح نحكي لكم على الهاتف A54. الهاتف هذا يا عنده عامين من اللي خرج، هو خرج في مارس 2021 وحنا رانا في 2023. راح نحكيو عليه، راح نعطيكم السعر تاعو مستعمل باسكو بما ان عنده عامين ما كاش جديد هذا الهاتف، راح نحكيو عليه مستعمل وبالك يساعدكم بهذايا هذا الهاتف بالسعر في 2023. سعر الهاتف مستعمل راح تلقاه 2600 و700 و800 على حساب ليطة تاع الهاتف. والهاتف هذا جاء بثلاث فئات، 4 جيجا 64 4 جيجا 128، وجاء ثاني 6 جيجا 128. الهاتف هذا جاء بالبلاستيك في الخلف تاعو، مام الحواف تاعو جايين بالبلاستيك، شكل الهاتف هاوليك. فيه ثلاثة كاميرات، جا فيه ثلاثة كاميرات وفلاش بالتحتة. ديزاين تاعو شباب الهاتف هذايا. سعر كيما قلنا 2700 و800، كل واحد كيفاش يشري الهاتف هذايا. دوك نشوفو المواصفات تاعو وانتوما عطونا رأيكم بما ان عنده عامين، سير راكم كسبتوه، وتعطونا رأيكم حول الهاتف اوبو، وزيد تانيك حول الخدمات تاع A54، اسكو بيان ماشي بيان، واسكو يستاهل شراء ولا لا بالسعر تاعو اللي راهو ديال 2800. نتكلو على الله نشوفو واش فيه الهاتف هذا. الهاتف هذا يا البصمة تاعو جاية في السايد، جاية في السايد، شابة خفيفة بزاف نحو هذه التصويرة، هذه المشي شابة. نبداو نتكلو على الله في الشكل تاعو. الشكل تاعو عطونا رايكم، هو جاي شباب، فيك شغل دو كولور، زرق كلار وزرق فرنسي، فيه بزاف الوان، لوغو تاع اوبو من عايديك. في الجهه اليمنى تاعو تلقى زر التشغيل ومامطو اون برانت اللي تفتح بها الهاتف، سرعه في التنفيذ الله يبارك. في الجهه السفليه للهاتف راك راح تلقى الباف الخارجي والمنفذ الشرائح، مايك و 3.5 سماعات الاذن. كاين بزاف ناس اللي يسحقوها هذه، يقول لك معليش نستعمل الايربود وزيد نستعمل هذه. صح، الجهه الفوقانيه ما كاين والو. الجهه اليسرى للهاتف راح تلقى ازرار الصوت مع لابيس، فيه دو بيس افيك ان كارت ميموار. عطونا رايكم في شكل الهاتف في 2023 مع السعر تاعو، اسكو يستاهل الشراء ب 2800 2700 ولا كاين تليفون اخر منه. انا هعطيكم رايي في اخر الفيديو وانتم عطونا رايكم. هكا ليكم. صح، نبداو بالكاميرا تاع الهاتف هذا. الكاميرا الاولى جات ب 13 ميجا بيكسل بفتحه 2.2 وايد، اما الكاميرا الثانيه 2 ميجا بيكسل تاع الديب، واما الكاميرا الثالثه 2 ميجا بيكسل تاع الميكرو، كاينه تاع الميكرو والديب والوايد. هذا الهاتف فيه اباري فوتو تاعو مليحه، مي الكاميرا تاعو تقدر تفيلمي بها 1080 30 30 فريم، حبي يقول 30 اف بي اس 30 اف بي اس. اما الهاتف هذايا تقدر تفيلمي به 1080 30 اف بي اس، 1080 30 اف بي اس. عطونا رايكم في الكاميرا تاعو بالنسبه لسعرته شغله. نروحوا للكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه 16 ميجا بيكسل، الكاميرا الاماميه 16 ميجا بيكسل وتفيلمي بها ثاني 1080 30 اف بي اس. الكاميرا تاعو شابه عليك، كي تكون زعفان تقدر تمتم تولي فرحان. لا 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 باري فوتو تاعها حتى ربي والله عجبتني هايله. الكاميرا الاماميه تاعو هاي ليك شابه هايله تانيك، اباري فوتو شابه، الكاميرا تاعو شويه ناقصه. كملنا من الاباري فوتو، توجور عطونا رايكم اللي استعمل هذا الهاتف. دوكا نروحو نشوفو واش الشاشه واش فيها والمعالج، ونشوفو البطاريه تاع الهاتف هذايا. شوفو البطاريه الهاتف هذايا، نروحو لشاشه الهاتف. شاشه الهاتف هذيا جات ب LCD، والمساحة الشاشة هذه جات ب 6.5. المعالج اللي جا في الهاتف هذا هيليو
بي 35. واخر فيديو نحرقوا البطاريه، دائما خلوها في اخر الفيديو. البطاريه تاعو 5000 مليحه، وفيها شارجو تاعها يجي ب 15 واط. شارجو تاعو يجي 15 واط. الهاتف نعطيكم رايي في اخر الفيديو، مستعمل لا ما مستعمل هكذايا، راهو يدير 2800. ليكيب نعطيكم رايي، هذا الهاتف ما يستاهلش الشراء بزوج ملايين و800، هذا يستاهل بزوج ملايين و100، زوج ملايين و200، زوج ملايين، لأن كاين بزاف تليفونات دخلوا جدد من شركة سامسونج، الام 13، الاف 13، حتى الاف 22 زايد عليهم شوية، وفيها مواصفات بعيدة بزاف على هذا التليفون، بعيد بزاف، خير منهم بزاف، كاين بزاف تليفونات، مي هذا الهاتف بالسعر تاعو ما يستاهل الشراء، فيه مواصفات ملاح، تليفون هايل، اباري فوتو مليحة، تقدر تلعب به زعما نقولو فري فاير، الباتري تاعو 5000، مليح تليفون شباب هايل، مي السعر تاعو 2700، 2800 بزاف غالي، هذا مليح بزوج ملايين، حاب يقول بلي اللي يلقاه بزوج ملايين بصحته، تليفون شباب، واللي راح يشريه 2800، 2900 يشري الاف 13، الام 13، والام والاف 22، هكا اللي كيب في فيديو اخر ان شاء الله، واعطينا رايكم حول الهاتف هذا باش كامل نستفادوا. هكا ليكيب، سلام.